نازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، جمهورنا الكريم الجميل هنا في القاعة والآلاف بل الملايين من مختلف أنحاء العالم العربي والعالم بأسره، أهلا وسهلا بكم معنا اليوم في حفل تتويج أبطال تحدي القراءة العربي لعام 2018. الله يسعد أوقاتكم، نحييكم من دبي مدينة العرب، دبي مدينة الإنجاز والإبداع والتحدي. من دولة الإمارات العربية حاضنة العرب، حاضنة آمال العرب، وحاضنة أكبر مشروع معرفي وثقافي يسعى إلى إعادة الاعتبار للقراءة وللثقافة وللغة العربية. نطل عليكم أعزائنا من أوبرا دبي، هذه التحفة المعمارية الإماراتية الهوى والهوية، هذا المكان الذي يختزن البحر والصحراء بعمقهما وامتدادهما، هذه اللقاءات التي تحتضن أيضا احتفائية استثنائية ثقافية يا جورج. صحيح. للعام الثالث على التوالي. طبعاً. نعم، هنا سنطل اليوم على أبطال تتويج واللحظة الحاسمة واللحظة الثمينة في حياة العرب جميعا، وكما قال الشاعر يلا. بلغة عربية، لغة إذا وقعت على أكبادنا كانت لنا برداً على الأكباد. هذه اللغة العربية لغة الإبداع والجمال، اللغة التي وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لغة الحياة. رحم الله من قال: إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في الضاد. ها هو الغرس الثقافي الذي زرعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نقطف ثماره اليوم من خلال إقبال ملايين الشباب العربي على القراءة. الكل هنا في دبي بانتظار اللحظة الحاسمة، اللحظة التي سنتوج بها أبطال تحدي القراءة العربي. نعم، هنا بل هنا تحديداً من هذه التحفة المعمارية، كما قلنا الآلاف من شتى أنحاء الوطن العربي والعالم بأسره يتابعون هذا اليوم، هذه الاحتفائية جورج، لحظة تتويج هذا اللقب الثمين على كل مواطن عربي. نحيي معنا من السعودية جماهيرنا من الكويت، جماهيرنا من فلسطين، من الأردن، ودار الأوبرا أيضا، المغرب، إسبانيا، ومن مصر. ما نسيتي حدا؟ أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابة. أكثر من 10.5 مليون طالب وطالبة من العرب من 44 دولة اختاروا الكتابة صديقاً ورفيقاً.
شاركوا في مشروع تحدي القراءة العربي تحت مظلة مؤسسات مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. قرأوا ما لا يقل عن 50 كتاباً لكل منهم على مدار عام ضمن جهد مجتمعي متكامل شارك فيه الآلاف من مؤسسات تعليمية وتربويين ومشرفين ومحكمين ومتطوعين لإنجاح هذا المشروع. وللمرة الأولى منذ انطلاقة هذه المبادرة العظيمة فتح باب المشاركة للمواطن العربي أيضاً في الدول غير العربية، العرب في المهجر، ليمتد التحدي جسر القراءة المعرفية من الإمارات هنا تحديداً من دبي إلى كافة أنحاء المعمورة. لنتابع معاً مسيرة تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة من خلال هذا الفيديو. نشاهد معاً. القراءة تنور العقول ويصبحون شباب فايزين، وهذا الفوز مش لهم هم بس، العائلاتهم والبلدهم والأمتهم. اقرأ اقرأ مفتاح العلم والمعرفة، اقرأ كلمة غير قابلة للتأويل، اقرأ وتأمل فالدنيا صفحات كتاب. نعم، في رحلة معرفة سنظل فيها شباب. وكتابي يفتح آفاقي في كل سبيل، في زمن العلم الدفاق هو خير دليل. أغنية بعنوان تحدي القراءة العربي نسمعها معا مع الفنانة المبدعة بلقيس، نحييها جميعا. ساعات المستقبل تحيي الآمال وأشارت للآتي الأجمل لا شيء محال. دقت ساعات المستقبل تحيي الآمال وأشارت للآتي الأجمل لا شيء محال. راح الكسل جاء العمل
شمس من علم في وطني تهدي الأجيال. اقرأ وتأمل فالدنيا صفحات جمال، في رحلة معرفة فيها سنظل شباب. اقرأ وتأمل فالدنيا صفحات جمال، في رحلة معرفة فيها سنظل شباب. وكتابي يفتح آفاقي في كل سبيل، زمن العلم الدفاق هو خير دليل. وكتابي يفتح آفاقي في كل سبيل، في زمن العلم الدفاق هو خير دليل. حبر الصفحات درس لحياة، لا شيء سيوقف رحلتنا مرحال الجيل. وتأمل فالدنيا صفحات كتاب، في رحلة معرفة شباب. اقرأ وتأمل فالدنيا صفحات كتاب، في رحلة معرفة فيها صلبة شباب. وخطانا في فرح غامر بالعلم تسير، نشدو دوما مثل الطائر للنصر نطير. وخطانا في فرح غامر بالعلم تسير، نشدو دوما مثل الطائر للنصر نطير. وبنا الصحراء تغدو خضراء، يا جيل النور لنا البشرى، أنت المنصور. وتأمل فالدنيا صفحات كتاب، في رحلة معرفة فيها سنظل شباب. اقرأ وتأمل فالدنيا صفحات كتاب، في رحلة معرفة شباب. اقرأ وتأمل فالدنيا صفحات كتاب، في رحلة معرفة فيها سنظل شباب. إن لي عظيم الشرف المشاركة في هذا الحدث العربي الفريد من نوعه، وما أبغى أقول عربي لأنه عربي وعالمي أيضاً، وصلت أصداؤه كل العالم. وأنتم يا صاحب السمو لستم أهل قول فقط، أنتم أهل قول وفعل. فقد صرحتم في مناسبات عدة أنه بناء الإنسان والعقل أسمى وأشمل وأهم من بناء المجتمعات والأوطان، وأنتم اليوم تحققون هذه البادرة على أرض الواقع بوجود أكثر من 10 ملايين طالب قارئ في كل أنحاء العالم والوطن العربي. شكراً لكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجميع القائمين على هذه البادرة. شكراً. سهل انك تكون انسان عظيم، فقط احلم، تعلم، اقرأ واصنع انسان عظيم. ما يرضى الا بالمركز الاول. لا توقف، لا تستسلم. اذا تفكر ان قراية كتاب واحد شيء صعب، شوف اللي يقرون 50 كتاب. واذا تعتقد ان درب العلم طويل، شوف اللي يمشون ورا حلمهم 1000 ميل وميل. وإن كنت تظن أنك أغنى من أنك تتعلم، شوف اللي ولا درهم يملكون. اللي يستغنى عن العلم يستغنى عن المجد ويستغنى عن الوطن. لا تخاف من حلمك، لا تخاف من هدفك، بس خاف على وطنك. كون عظيم، كون علم، كون أنت الوطن.
يعني يا بروين لحظات لا تنسى. نعم، لحظات عشناها جورج قبل 3 سنوات. اليوم نحتفي بأبنائنا الطلبة ممن خاضوا غمار رحلة تحدي القراءة، ولكننا نحتفي أيضا بالمعلمين والمشرفين الذين حرصوا على أن يكونوا خير سند لأبنائهم الطلبة. هذه اللحظة جورج عشناها قبل 3 سنوات، والعالم العربي كان يمثل أمامنا مشهد جنائزي أطلق سيدي صاحب السمو جنته احتفاء بالحرف العربي. نعم، بالتأكيد كما قلنا، وراء الطالب المشرف 87,000 مشرف ومشرفة واكبوا رحلة التحدي، مقدمين للطلبة كل أشكال الدعم والمساعدة، سواء من خلال مساعداتهم على تلخيص الكتب المقروءة أو مراجعتها معهم أو توفير المواد القرائية المناسبة. الفيديو التالي يسلط الضوء على المشرفين الذين وصلوا إلى النهائيات. نتابع معا أيها الحفل الكريم وحول العالم. تحدي القراءة العربي بيعالج كثير من الأمور اللي بتفيدكم كطالبات على مقاعد الدراسة. أنا موظف في وزارة التربية والتعليم في مديرية تربية لواء القويسمة. متى ما أصبح الكتاب هو الوجبة المفضلة لطلابنا فقد وصلنا وحققنا غايتنا. من أجمل ما كلفت به من مهام أن أكون منسقة لمشروع تحدي القراءة العربي. التلميذ يصنع من الكتاب بأتم معنى الكلمة، هذا ما نريده. أنا أستاذ تاريخ وجغرافيا، ولكن أنا من صغرتي نحب المطالعة، نعشقها. حجم الشغل في مشروع التحدي كبير، لأنه عدد المشاركين عندي من مدارس 120 مدرسة، وعدد الطلبة 91,000 طالب وطالبة بنسبة 100%. نحن لم نعمل في مشروع تحدي القراءة العربي وحسب، بل عشنا في هذا المشروع ووجدنا أنفسنا فيه من الأول. أنا ما خفتوش على جال مسابقة، خفت على جال مشروع ثقافي كبير. كان اليد الساعدة التي أوصلتنا لهذه المراحل. الفكرة بأنه هدفنا الأول القراءة والاستفادة من الكتب المقروءة. لا، أصل إلى المركز الذي كنت أطمح إليه، فبكيت طلقت، ولكن الأستاذ خادي جاء ومسح دموعي، وكان بمثابة الأب الحاني لي وأعطاني التحفيز للسنوات القادمة. تحققنا إنجازات عظيمة للمنطقة الشرقية، تمثلت في حصول أبنائنا الطلاب والطالبات وحصولنا أيضاً كمشرفين ومدارس على جوائز التميز في مشروع تحدي القراءة العربي. إطلاق الشيخ محمد لمثل هذه المشاريع يعطيها أهمية قصوى. الشيخ محمد بن راشد فكره يسبق عصره. ونقوله بالتونسي يعيشك يعيشك يعيشك. متأكد وأتمنى أن يكون السنة الجاية نوصل إلى 7 ملايين. تحية من القلب لكل المشرفين والمعلمين الذين شاركوا في مشروع تحدي القراءة العربي، واضعين قلوبهم فيه. على فكرة جميعهم متطوعون. اليوم سنكرم المشرف المتميز في التحدي من بين هؤلاء الثلاثة الذين تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم خاصة. نود أن نوضح أن جائزة تحدي القراءة العربي، راح أقرأ من الورقة لأن فيها أرقام مهمة، فيها مبالغ، ويوماً ما الشاعر أدونيس قال أن المال العربي جاهل. هذه الجائزة تقف أمام هذه المقولة بأن المال العربي حين يستخدم ويوظف بمثل هذه المبادرات فإنه مال ذكي. نود أن نوضح أن جائزة تحدي القراءة العربي تشمل 4 فئات، هي تكريم بطل تحدي القراءة على مستوى الوطن العربي 500,000 درهم، وتكريم المشرف المتميز
300,000 درهم، وتكريم المدرسة المتميزة عربياً 1,000,000 درهم، بالإضافة إلى تكريم الطالب المتميز من الدول غير العربية 100,000 درهم، وهي فئة جديدة استحدثت هذه السنة، حيث تم تخصيص لجان تحكيم خاصة لكل فئة من هذه الفئات. جورج، بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. حقا لا فخر يسمو فوق الافتخار بالوطن، ولا راية تعلو على راية الوطن. أغنية تجمع الأوطان العربية المشاركة في التحدي، لساننا واحد، أمالنا واحدة، فلنستمع. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، دمت نورا وهدى في البرايا سيدا، هانئا ممجدا تحت أعلامك مجد العرب. المناطق التعليمية بالوطن الأخضر يسعون أيضا بدورهم لاختبار النهائي أمام أعضاء لجنة التحكيم، الذين سيقف أمامهم أبطال تحدي القراءة العربي 5 للمرة الأخيرة. هنا معنا الدكتور علي بن تميم. عن كل طالب أو طالبة لديه دقيقة واحدة فقط، 60 ثانية، وسيجاوب على السؤال من لجنة التحكيم. الآن من بين 16 طالبة، أسئلة لجان التحكيم سننادي عليهم وفق دون ترتيب معين. نعم، يلا نبدأ. مريم محمود يوسف من مصر، يلا مريم. في محمد خالد حسين من الأردن، وين 5 هن، يلا. الآن سيتقدم كل متسابق أو متسابقة إلى الوسط هنا، وسيأخذ سؤالاً من لجنة التحكيم. ونبدأ هنا. بمين نبدأ بروين؟ يلا نبدأ مريم. بأول واحدة. نعم مريم، يلا مريم، معكم مريم، معك 60 ثانية فقط للإجابة على السؤال، ما تطولي كثير، احصري أفكارك. لجنة التحكيم،
60 ثانية من وقت ما ينتهي سؤال لجنة التحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ألف سلام. دعوني أشير البادئ ذي بدء بأن من يتأمل أفعال وأقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لا شك أنه واصل إلى أن القراءة في الواقع بالنسبة إليه لبنة تبنى بها الحضارات، وهي في الوقت نفسه همزة الوصل بين الثقافات، وهي غذاء للعقل والحس والذات. مسابقة تحدي القراءة هي ملكة المسابقات والتحديات، وعلى قدر التحدي في الواقع يبنى الأمل. لقد رعى الشيخ محمد بن راشد حفظه الله فجمع أو رعى شتى أنواع المعارف، فجمع بين القراءة والترجمة والكتابة، فما مر يوم علينا إلا ونتعلم منه جديدا. هنيئا لنا هذه المبادرة النوعية. فليتفضل الآن الأستاذ علي الهويريني ليبدأ بالسؤال الأول. شكرا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أختي العزيزة، قرأت من الكتب ما يملأ رأسك. أريد أن أسأل سؤال بسيط، يعني لو قدر لك أن تكتبي شيئا مما قرأت، ذلك التحصيل اللي يساوي كمية القراءة مع مضروبة في الإدراك لتحصلي، ماذا تكتبين لو أتيح لك أن تطرقي الحبر والورق؟ ماذا ستقولين مما قرأت؟ سمعت السؤال؟ تفضل. يلا احكي. ايه تفضل. بسم الله. إذا ألفت كتاباً فسأؤلفه عن صناعة التغيير، بدءاً من تغيير الذات إلى تغيير العالم من حولنا، ذلك لأنه وفي عالم رفع راية الاستسلام منذ زمن بعيد، لازلت أنا أؤمن بالتغيير، وأؤمن بأن علينا صناعته، وأننا قادرون على صناعة حضارة عربية قوية نابعة من تحيزاتنا ومن تاريخنا وتراثنا. أؤمن بأن هذا الواقع ليس جيداً جداً، وأن هذا العالم بحاجة إلى التغيير، ونحن مأمورون بإعماره، وهذا ما سنفعله. كتابي سيقدح شرارة في من يقرأه لكي يحثه على التغيير إلى الأفضل. سأعنونه بآن الأوان، لأنه آن الأوان في كل آن للتغيير إلى الأفضل دوما، ولصناعة حضارة عربية ومجد عربي كبير. برافو. 60 ثانية. برافو. ندى المتسابقة الثانية، تفضلي. ندى فيصل عنقال. ندى فيصل من الجزائر، تفضلي. سؤال لجنة التحكيم. لكل أديب وقارئ أسلاف، ولو أردنا أن نسألك شخصية عن شخصية أدبية من الماضي تتمني عودتها، من هي ولماذا؟ يلا معك 60 ثانية. السلام عليكم أولا. أستاذي الفاضل، قبل أن يكون هذا سؤالا لطالما كان تساؤلا داخلي، وأنتم أعلم مني بماهية الفرق بين السؤال والتساؤل. طبعا الشخصية الأدبية سأختارها هو أحمد ديدات، ليس فقط لأدبه ولكن لإصراره في الحياة. فقد قيل أنه قد استهزئ به في صغره لأنه لا يعرف عن الأديان كل شيء، إلا أنه ثابر واجتهد كي يعرف عن دينه، كي يعرف عن الثقافة الجيدة، العقيدة المحكمة بمعنى العروة الوثقة، وعن العلم النافع، فقط ليبني أمة عربية. أريد أن أكون مثل يوما ما بأن أكون نافعة للعلم والدين والوطن وللأمة العربية جمعاء، أن أنتقل من مجرد حالمة إلى عاملة، لأكون في ذلك المكان يوما ما. أريده أن يكون يوما ما معنا فقط ليبين لنا كيف له، من أين له أن يأخذ ذلك الإصرار القوي، وهو قد عاش في مجتمع بسيط لا يجعل منه إلا ذلك الشخص البسيط، ولا يتركه لكي يبلغ بأحلامه عمق السماء. نريد أن نعانق نحن العرب عمق السماء ونبين لهم أننا نقرأ. خلاص يا ندى. ندى من الجزائر. ندى من الجزائر. برافو ندى. فقط كلمة بعيدا عن كلمتي، هيهات هيهات من الهوان،
فنحن شعب يعشق العربية والعروبة وسنموت لأجلها، وإن كان لكل شعب وطن فنحن أوطانه كونت هذا الشعب العربي الأصيل. برافو عليك، شكرا 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 لندى من الجزائر. هلا لازم ناخذ شاب. نعم قسام الصبيح، تفضل. قسام من فلسطين. قسام الان عند سؤال لجنة التحكيم، قرب شوي صوتك على الميكروفون اذا بتريد. سؤال لجنة التحكيم الى قسام من فلسطين. استاذ علي، يعني من قراءاتك هل غيرت فيك شيء القراءة؟ هل أخرجتك مثلا من نسبة التلقي العادي إلى نسبة الابتكار والخلق اللي اسمه جعل الثقافة تنتج فكرا، اسمها حلب الثقافة، لأن ثقافة لا تلد فكرا تعتبر ثقافة عاقر. فماذا أوصلتك تلك الثقافة من أول كتاب قرأته حتى آخر كتاب؟ وجودي هنا هو الإجابة. أنا هنا من أجل القراءة. القراءة لم تغير في حياتي، لغير القراءة يكون التأثير، أما القراءة صنعتني وصنعت حياتي. نعم القراءة هي التي تصنع الحياة، فالقراءة حياة، أو إن شئت الدقة فإن القراءة أكثر من حياة. أتدرون لماذا؟ لأنك في الحياة تعيش الحاضر فقط، أما في القراءة أنت تقرأ في الحاضر لأناس كتبوا في الماضي لتعرف كيف تعيش المستقبل، فتختصر الثلاثة أزمنة في آن واحد. ثم يا سيدي، إن القراءة هي التي تخلق الحضارات وتبني الأمم. القراءة جعلت مني إنساناً مثابراً قوياً، جعلتني لا أخضع لقول المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكني قمت وزمجرت في وجه المتنبي، تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. وشكرا. برافو برافو. قسام قسام، شو رأيك كمان نكمل مع محمد خالد حسين من الأردن؟ محمد، نخلي الصغير إلى الآخر. تفضل محمد. محمد نعم، مثل ما قال قسام، القراءة أكثر من حياة كما قال العقاد. الآن مع مريم. مريم من المغرب. مريم. هاي برنسيسة لله. مريم لله صغيرة. الآن الشباب بيتواصلوا بطرق مختلفة وبيعطوا رسائل بطرق مختلفة. لو كان عندك حساب في موقع تواصل اجتماعي في 1,000,000 متابع، إيش الرسالة اللي تبغي توجهيها للعالم العربي؟ القراءة العربي، وسأكتب فيه أيضاً كيف استطعت أن أواجه تلك الصعوبات حتى وصلت إلى هذا المقام، وأيضاً سأكتب فيها لذة القراءة، فالقراءة ذخيرة العقل وكنز المعرفة، من تسلح بها ساد وغنم وانتصر، ومن أغفلها هان وضعف وافتقر، فالقراءة هي طوق نجاة. القراءة هي طوق نجاة الأمم الغارقة في الجهل والمرض والفقر. القراءة هي ذاكرة الإنسانية الحية ومستشفى العقول. إذا تسلحت بها رفعت مقامك وهذبت خلقك وشحذت ذكائك. ممتاز. برافو. برافو مريم. هذه مستشفى العقول من وين جبتيها؟ هي مستشفى العقول من وين جبتيها؟ كلمة من كتاب. برافو عليك. برافو عليك. تفضلي. تحية لمريم. محمد يلا تفضل من الأردن. محمد خالد حسين من الأردن. من الأردن. سؤال لجنة التحكيم. محمد الكتب زي الموج، كل موجة تعطيك زبدة. إذا قلنا على كل الكتب التي قرأتها مو فقط هذه السنة لكن في حياتك، الحكمة التي تعلمتها منها، ممكن تقول لنا حكمة غيرت نظرتك للحياة؟ بالتأكيد نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيرومو شابتينو شيومو بسترومو إريتا نجيتا، هي عبارة قالها العالم اليوناني أرخميدس، وقد نقشت على ميدالية فيلدز في الرياضيات وترجمت إلى العربية: ترفع عن نفسك وافهم العالم. نعم أنا أريد أن أترفع عن نفسي وأن أفهم العالم. لماذا؟
لأن الفيزياء والرياضيات هما شغفي. أود أن أكون أول عالم عربي أو أحد علماء العرب الذين يحصلون على جائزة نوبل في الفيزياء. أود أن أعلي كلمة العرب عاليا كما كانت قديما وستبقى إلى الأبد. نعم، كمن يصعد على جبل يرى ما لا يراه الناس على الأرض. نعم سادتي، مما زادني فخرا وتيها عندما سمعت أنها نقشت على ميدالية فيلدز في الرياضيات، أحسست كأني أنا آخذها. نعم بالتأكيد سآخذها وسأعمل بشغف وقوة وسأنافس وسأكون من العرب الذين سيحصلون عليها في المستقبل إن شاء الله. سأقف عندما أحصل عليها. يلا انتهى الوقت. انتهى. تفضل. بالتوفيق. بالتوفيق جورج لجميع الطلبة. طبعاً اللي شاركونا ناقشتم وأبدعتم، وجاء الآن دور الجمهور. نعم، الجمهور أيضاً سيصوت الآن. يعني مثل ما علامات لجنة التحكيم مهمة جداً لمصير هؤلاء المتسابقين، أيضاً تصويت الجمهور. كل واحد في عنده على جنب المقعد في عنده جهاز بده يختار مين الأفضلية عنده بين المتسابقين الخمسة. نعم، اللي بيضغط على الرقم واحد بيكون عم بيختار مريم محمد يوسف عبد السلام، رقم اثنين ندى فيصل عنقال، رقم ثلاثة قسام محمد صبيح، رقم أربعة مريم لحسن أمجون، رقم خمسة محمد خالد حسين. نعم، معكم بس 60 ثانية، بقى فيكم تتفضلوا. الآن بدأ التصويت. تصويت الشيخ نهيان. صوت الشيخ حمدان. تصويت الشيخ نهيان. الشيخ محمد صوت من أول. يلا 36 ثانية. نحن ما معنا لنصوت، ما عندنا، بس ما شاء الله عليهم الخمسة ممتازين. ممتازين الخمسة ممتازين. رائعين وأكثر من دقيقة عن جد. بعد في 20 ثانية. إن شاء الله الجمهور يعطي العلامة الجيدة. عادة بمن سيربح المليون كان المتسابق يخاف إنه نسأله الجمهور، لأنه الجمهور يعطي الجواب الغلط. بس لازم نستعين بالجمهور. استعنا. انتهى الوقت. نعم، سنعلن رسمياً انتهاء التصويت، حيث سيتم احتساب تصويت لجنة التحكيم مع تصويت الجمهور، بالإضافة إلى احتساب أيضاً درجات لجنة التحكيم في التصفية النهائية التي جرت في دبي. في انتظار مداولات أعضاء لجنة التحكيم مع أصوات الجمهور مع لجنة دبي، سأيضاً نقضي معاً دقائق مع الشعر وإضاءة. نعم، شعرية مع المستشار إبراهيم بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية. أهلاً وسهلاً. أهلاً أستاذ. تفضل. تفضل. شرف. بوديوم. احنا نتفضل المتسابقين ونخلو المسرح لأشاعر. تفضلوا معي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القصيدة في سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان أبا الثقافة. من نبض رؤيتك الغراء أقتبس شعرا نديا كنفح الفجر ينهمل، يزخرف الأفق ألوانا يزين بها يغار منها الصبا والصبح والأصل. أن التفت أرى فيضا مكارمكم يسيل منها الوفا والصدق والجذل، كالبحر إنفاض أطمى سيله سعة من الشواطئ التي بالخير تكتحل. يا ساكب الفكر، يا ساكب الفكر في عقل الشباب رؤى جزيت خيرا عداك الهم والعلل. يا من أنرت الدجى من فيض سابغة من فكرك الثر من فكرك الثر، يا من بالعلا ثمل، كم ذا شدوت وكم ذا قد كتبت رؤى حتى به عقد جيد الفكر يكتمل. أبا الثقافة
كم ذا رفعت من الأفكار أشرعة بيضا بها من صميم الحق مشتمل أبا الثقافة وصفا قد عرفت به يحدو بك القلم الوضاء والأمل أهديت للجيل منها فيض سائغة تطفي الظما طيبا ما مثلها مثل أبا الثقافة يا من صغت أحرفها على يديك جراح الفكر تندمل يا راسم الفكر البيضاء منتظيا سيف الحقيقة لا خوف ولا وجل بنيت أسست للأجيال شامخة تعلو الذرى هامة بالفضل تتصل بنيتها قلعة للعلم ساطعة كالبدر يلمع في الظلمة ويشتعل أعني دبي التي أبدعتها مثلا تحار فيها النهى والقلب والمقل أجليتها فتنة يحدوك ناظرها في طرفه حور بالسحر يعتمل يا مبدعا في الدنا ينتابه طرب إذ يسمع الشعر رنانا به جذل وأنت صغت السنا من حسنه لغة ينث منها الندى والعطر والغزل يا سيرة كتبت بالمسك نافحة جسدتها مثلا يسمو بها المثل أهديت للفكر كفا لا شبيه لها كالورد يكثر في أكمامه النحل في محفل حاز فيه الفخر منقبة إذ قد تحقق فيه المطلب الجلل هذا التحدي هذا التحدي الذي يحدو مسيرتنا يزهو به في ذراع عليائه زحل هذا هو الفعل في تأثير بصمته يبقى لنا زمنا بالخير ينهمل يبقى على الدهر آيات تلوح مدى في طيها الفخر والأمجاد والنفل يعيد مجد الأولى كانوا أساتذة إذ خلفوا أثرا كالنور يشتعل يعيده اليوم في أرجاء عالمنا محمد الفكر والإبداع والعمل يعيده طيبا كالروض رونقه يفوح منه الشذا والعزم والأمل تحيي به في نفوس الجيل سائغة من الفعال التي بالحسن تكتحل يا بارك الله في فعل غدوت به في قمة المجد تحدو ركب من بذلوا تعطي الشهادات والأموال تبذلها سخية ما بها من ولا مطل تبارك الجهد أفعالا سبقت بها معاصريك فأنت الفخر والمثل هذا هو الجمع أهل الفكر في بلد جمعتهم يا رعاك الله يا رجل هذا اللقاء الذي ندعو لعاقده بالعمر بالفضل بالآلاء تنهمل ماذا أوصف فوق الوصف يا علما لأمة نابها الخذلان والوجل فأنت في عصرنا نبراس نهضتها يحدوك تاريخها الوضاء والأمل يا راية العز في الآفاق خافقة بكل معنى جميل وشيه العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لشاعرنا المستشار سعادة المستشار إبراهيم بوملحة على هذه القصيدة الجميلة. الآن أصبحت النتائج لدينا،
يشرفني أن أدعو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كي ينضم إلينا على خشبة المسرح من أجل تكريم الفائزين في مختلف فئات الجائزة. فليتفضل. تفضل سيدي. والآن ندعو الطلبة أوائل التحدي على مستوى جميع الدول المشاركة كي ينضموا إلينا لتكريمهم. وهم خليل أمين إبراهيم من مصر، أماني بن علي تونس، رولا حسين مهدي من لبنان، محمد الشيخ موريتانيا، عمر معيض القرني من السعودية، هيلة عبد الله العنزي المملكة العربية السعودية، زهرة منصور الشمري من الكويت، نوران عبد الرؤوف البلوشي البحرين، ملاك بنت حارب الغافرية من عمان، عمر النور آدم محمد السودان. يلا تفضل. شمسة جاسم النقبي من الإمارات، لويزا صالح من الدنمارك، محمد أحمد عبدو من السويد، يلا محمد معمر معيوف من إسبانيا، رولا الزهراني من إيطاليا، ترفع علمين السعودية وإيطاليا، نسيم عيدي من فرنسا، تسنيم رغد شعشاعة من باكستان، مجد طافش من الصين، الصين من باكستان، غيداء الأسمري من الهند وتحمل علم السعودية، هي من السعودية، هارون فاضل ماليزيا، ومنيرة
منيرة حسن من جيبوتي. محمد عادل محمد من إندونيسيا. ونروح لنصف الكرة الجنوبية لأستراليا، ومريم المجيد لأقصى العالم. آية الخضري ألمانيا. ومن الدول الإسكندنافية من النرويج أيضا فاطمة عمارة. مجد الساعدي فنلندا. رحمة أبو الفتح. رحمة من نيوزيلندا. آية حميد من هولندا. رقية محي الدين من روسيا. من كندا. بعد ما طلع. أحمد دقوري من كندا. هلأ المتفوقين. مريم محمد يوسف من مصر طبعا. ندى فيصل عنقال من الجزائر. قسام محمد الصبيح من فلسطين. مريم لحسن أمجون من المغرب. محمد خالد حسين من الأردن. ألف ألف مبروك لكم جميعاً، وبدي أقول إنه كل طالب شارك بهالمسابقة الكبيرة بهذا المشروع الكبير فائز، نعتبره فائز، كسبوا الكلمة والمعرفة، واللغة العربية كسبت أجيالاً جديدة مثل هؤلاء سوف تحافظ عليها بإذن الله. والآن مع جائزة المشرف المتميز، 3 مشرفين من بين 87,000 مشرف بلغوا النهائيات، تم تقييمهم من قبل لجنة تحكيم خاصة وهم دون ترتيب معين. فوزي مهدي الرحالي من تونس. وعائشة الطورقي من السعودية. وفادي الدحشان من الأردن. والجائزة ستذهب إلى عائشة الطورقي من السعودية. مبروك. ننتقل الآن إلى فئة المدرسة المتميزة. قيمة الجائزة 1,000,000 درهم في تحدي القراءة العربي. من بين أكثر من 52,000 مدرسة شاركت في التحدي، 5 مدارس عربية تميزت في تشجيع طلبتها من مختلف المراحل على المشاركة
في التحدي. والمدارس الخمس التي تتنافس على لقب المدرسة المتميزة هي مدرسة العودة الأساسية من فلسطين، ومدرسة السلام الأهلية من السعودية، وثانوية الوحدة الإعدادية من المغرب، وثانوية عبد الحميد دار عبيد من الجزائر، ومدارس الإخلاص من الكويت. وتم اختيار المدرسة المتميزة بناء على نيلها أعلى تقدير من لجنة تحكيم المدارس، بالإضافة إلى تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني لتحدي القراءة العربي. وجائزة المدرسة المتميزة وقيمتها 1,000,000 درهم تذهب إلى مدرسة الإخلاص من الكويت. أرجو من مدير هذه المدرسة الأستاذ محمد الصايغ للتوجه إلى المسرح واستلام الجائزة من سمو الشيخ محمد. نحيي مدرسة الإخلاص من الكويت. ألف مبروك. نصل إلى جائزة الطالب المتميز من الدول غير العربية. وجائزة الطالب المتميز من غير الدول العربية، هذه الفئة استحدثت هذه السنة في جائزة تحدي القراءة العربي، وستذهب إلى أي بلد؟ إلى أي بلد في نظركم؟ ومن فرنسا تسليم عيدي. تفضل. وأخيرا تعبناك شيخ معنا. وأخيرا إلى الجائزة المرتقبة التي ننتظرها جميعا، الجائزة الثمينة على قلب كل عربي يحتفي بالحرف العربي، بطل تحدي القراءة العربي للعام 2018. نعم. ستذهب إلى، ننتظر النتيجة، حتى أنا ما عندي نتيجة. نعم. هل تعرفون أن معظم أبطال التحدي على مستوى دولهم كانوا بنات؟ هن بطلات حقيقيات نفخر بهن في الإمارات والكويت ولبنان والبحرين وسلطنة عمان وتونس والمغرب والجزائر، والقائمة تطول. طبعاً يا جورج، الفتيات ألطف الكائنات. بيزعلوا الشباب هلأ. كلنا نتباهى بفتياتنا، ولكن ما نبي نزعل أيضاً شبابنا. النتيجة، أنا أنتظر النتيجة. الظرف بسرعة. من سيحمل لقب بطل تحدي القراءة العربي؟ بطل تحدي القراءة العربي. من سيتوج هذا العام؟ من سيكون بطل تحدي القراءة العربي للعام 2018؟ طلاب الخمسة. شكرا. هلأ صار عندي من هو بطل تحدي القراءة العربي للعام 2018. والله مش عارف، أنا أعتذر، أخطأت عن جد، لأنه قلت من هو البطل، طلعت بطلة. البطلة ما رح تتفاجئوا، هاللي بيسا الشيخ محمد قبل شوي، مريم أمجون المغرب. مريم لحسن أمجون من المغرب. حبيبي عليك. مبروك يا مريم. مبروك للمغرب. مبروك لمريم. مريم عم تبكي بكاء الفرح.
خلص هلا بتنزلوا هذا مش هيك؟ شكرا للجميع. بالختام نوجه الشكر نتوجه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. بدنا ناخذ صوره تذكاريه مع سمو الشيخ محمد اذا بيتفضل شرفوا قربوا حتى ناخذ الصوره التذكاريه. توقفوني معكم يلا ها تعال. شو هالفكرة الرائعة. شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على رعايته على هذه المبادرة العظيمة. أنا سعيد بهالنتائج. القراءة هي علم ونحن في هذا العالم محتاجين لهذا العلم. وأنا أقول للفائزين أن أنتم مستقبل، انتم القيادات الجايه بالعلم والمعرفه الانسان يوصل لكل مكان. ونراكم السنه الجايه. الله يطول بعمرك شيخ. الف الف مبروك للجميع لكل اللي شاركوا. شكرا لسمو الشيخ محمد. وهذه صوره حلوه كمان. شو اسمك؟ ميال معروف مشاهد. ميال؟ معروف مشاهد. طيب مبروك. يلا خليني اشوف. تحية لكم جميعا، تحية لكل المتسابقين، تحية لصاحب الفكرة والمشروع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. شكرا، إلى اللقاء في العام المقبل إن شاء الله. مريم مريم أنا بدي بوسي. مستشفى العقول زبطت معي زبطت معي مستشفى العقول.
لكم. Awesome.